إذا وصلنا مشاهدينا لفقرتنا التغذوية وموضوع شائك، أنا يعني متأكدين تماما أنه يعني أغلبية الأشخاص سواء ذكور أو إناث بيعانوا منه، وهو طبعا انتهاء فصل الشتاء مع عدد مرات كبير ومرات أقل شوي من الكيلوغرامات الزائدة. العموم كل التفاصيل وكيف نتجنب هالكيلوغرامات الزائده راح اتعرف عليها من خلال اخصائيه التغذيه امل حداد. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. صباح النور. وطبعا الحمد لله على السلامه، يعني كثير من الضيوف ما تمكنوا انهم يوصلوا لانه في ازمه بدايه، وفي بعض الشوارع عليها تجمعات كبيره من المياه، ان شاء الله متامل السلامه ان شاء الله. لكن فصل الشتاء ودائما تحمي فصل خير هو بالتاكيد، لكن بالنسبه للستات هو الفصل اللي راح تزيد كم من كيلوغرام هيك فجاه بين ليله وضحاها زي ما بيقولوا. مزبوط. ويعني هاي بالفعل هاي هي الشكوى المتكرره دائما. هل السبب انه احنا مثلا بدنا بتعطينا طاقه تدفينا، او مثلا ما بنحسن انتقاء الاغذيه اللي بتعطينا هالطاقه بدون كالوريز زياده؟ أول شيء صباح الخير لكل المستمعين ويعطيكم ألف عافية. يمكن بالبداية دائما إحنا بنحكي إنه فصل الشتاء كونه نهار قليل والليل فبصير نزهة، بس هلا مع التوقيت المستمر والتوقيت هو اوريدي مستمر، ولكن بصير انه كونه قاعد بالبيت العطل كثيره، مكنكن بالبيت، عم بيكون ما فيش طلعات زي فصل الصيف، او كمان اللي بيمارسوا تمارين رياضيه كثير بكسلوا بفصل الشتاء انهم يروحوا، برغم انه احنا كثير بنركز انه اذا قدرت انه تعمل تمارين رياضيه سواء الميل او الفيميلز كل يعني ذكورا واناثا خلينا نقول، فصل الشتاء كثير ممتاز انه يروح يمارس تمارين رياضيه. بيته يعملها يمكن بحرق اكثر بسبب بروده الجو، لا لا هي سيم نفس الشيء، ولكن انه بيكون انه هيك حاول انه يكسر روتين القعده بالبيت تبعته او انه الفتره الطويله اللي بضلوا فيها. تركيزهم على الاغذيه زي ما حكينا احنا هلا في عنا بنلاحظ انه فصل فصل الصيف والشتاء والخريف والربيع، وهدول لهم مواسم في انتقائنا للخضروات والفواكه اللي بتطلع فيها. بصير التركيز على الاشياء خلينا نقول الكربوهيدرات كثير فصل الشتاء، بحبوا المعجنات اكثر، بحبوا الاشياء الكاربز اللي هي اوريدي بتعطينا كالوري اكثر. بركز كثير على مثلا انهم يشربوا الاشياء الساخنه وبتكون هاي كالوري، لما يكون في كاكاو مع ميلك ومع وسحلب وسحلب والاشياء السويتي هاي، يس بصير انه بقول لك انه يعني انه البيهيفيرز انه بدي انا اكل يعني طبعا. هلا يعني احنا ما بدنا نحرم الناس، يعني فيش حدا بهالايام تحديدا الا ما بيجي على باله مثلا كاسه السحلب او الهوت شوكليت زي ما انت قلتي او القرفه، ما بعرف في ناس بسموه الاينر، لكن كيف بنقدر نعمله يكون فيه لس كالوريز، يعني يعني سعرات حراريه أكيد. اقل، لانه هو في قيمه حرارية اذا احنا بنخفف فرضا السكر او القلوبات. صح. هلا اول شيء طريقه استخدامها او طريقه التحضير، بدنا ننتبه انه نحول كل شيء من هاي فات للو فات. يعني نستخدم شيء ميلك بدنا ناخذ السكيم يعني الحليب خالي الدسم او قليل الدسم، او قليل الدسم بالاشياء نعملها زي السحلب زي الاشياء الثانيه. نفس الشيء لما نيجي نقول انه انا عم باكل في دائما بالانس او في ميزان بدنا نعمل من ناحيه انه يكون في انا عم باكل كالوري، يعني انا بدي احرق هاي الكالوري. اذا شربت كاسه مثلا خلينا نقول سحلب او اي شيء هاي كالوري، او كيك او تشيز كيك الاشياء اللي بيتشهونوا عليها كثير، بالمقابل بدي انا اعمل اكسرسايز بالبيت، انط حبله، امشي، اي تمارين رياضيه لازم انا اعملها عشان احرق الشيء اللي عم باخده كتناول عشان معادله متوازنه بالموضوع. اضافه الى انه بنحاول انه نركز على الاشياء اللي بنفس الوقت بتعطينا طاقه زي النطس، يعني المكسرات بس مو المملحه، المكسرات النيه ولا المدخنه، يمكن ولا المدخنه لا خلينا ناخذها اللي هي النيه، بالعكس اذا تعودوا عليها مفيدة. من ياخذ جوز، لوز، زبيب، هاي الاشياء بتعطينا طاقه وبتضلها مستمره معنا لانها بدها فتره وقت طويله ليصير عمليه الهضم، بتعمل فولنس، بتعمل اشباع، بتعطينا اوميجا 3، بتساعدنا على اشياء كثير، بتعطي كمان فيتامينز، وفي الستات تحديدا قد ايه بيهتموا بفيتامين اي عشان البشره، هي
فيها. مظبوط مظبوط. بس يعني النصيحة هي انها تكون نية. نية طبعا لما احنا نعملها محمصة او بتصير هيك اوريدي تحولت الدهون المفيدة لدهون سيئة. هل مظبوط انه الجوز او البيكانز تحديدا واللوز افضل من المكسرات الثانية من كاشيو وحلبي؟ النوعية من هاي النوعيات كل النتس بتحتوي على تراكيز بتختلف من إلى، ولكن دائما إحنا اللي بنشوفه متوفر للجميع، إحنا ما بدنا نقول مثلا خد الآيتمز هذا مثلا عن هذا، لا الأشي المتوفر يعني صح. اللوز متوفر، الجوز دائما متوفر بالكعك بالمعمول بهاي مزبوط. الأشياء يس فالتركيز فصل الشتاء على الشوربات، ودائما بنقول قديش الشوربه مفيده، لكن للاسف الكتار منا بيعملها بطريقه بتكون ثيك او كريمي كثير. يعني حتى شوربه العدس اللي هي كثير صحيه الكل بيقلي جنبها مثلا خبز. مزبوط مزبوط. فكمان نحكي ايش الشوربات اللي بتمدنا بالطاقه، واذا اشتهينا نعمل الذره بالكريمه او البروكولي بالكريمه، كيف بنقدر نخفف من الكالوريز اللي فيها؟ طبعا كل شيء زي ما حكينا انه الكريمه بدنا ناخذها اللوفات عشان نقدر نستخدمها بالسوبس او حتى حليب، يعني في او الحليب او طرق تانية بنعملها موديفاي اكتر يعني التحسينات هاي اللي بنعملها بتطلع على حسب الست البيت الريسبي اللي عم تعملها ولكن تركيزنا دائما احنا بنقول اوكي الاشياء الساخنه مفيده بالفصل الشتاء، وهي من ضمن الاخطاء الشائعه اللي بيقول لك انه عشان طقس بارد انا بدي اشرب شيء سخن مثلا حلقه اذا كان في انفكشن او بدايه انفلو او هيك شيء بيضطر انه ياخذ سخن. انا هون بحب اوجه انه سخن اخو البارد. منطقه الحلق منطقه كثير حساسه وسنسيتيف، بتتخرج او بيصير لها التهاب او بيصير عليها بكتيريا سواء من شيء سخن او من شيء كثير بارد. فكل شيء دائما بدنا ناخذه برنج النورمال، يعني يكون اعتدال يعني وسط اعتدال بدرجه الحراره حتى. بدرجه الحراره احنا عم نحكي هلا، لا بارد ولا سخن، من ناحية انه نحمي من انه يصير في عنده التهابات وهيك. كثير بنلاقيهم بتلاقي انه بقول لك لا بدي مثلا كاسة شاي او زهورات تكون سخنة اوكي، طبعا هذا بيزيد الانفكشن والالتهاب ونمو البكتيريا عليهم. بنحاول نخفف بنحاول انه نخفف الجبنة طبعا، وهي الاشياء اللي بنحكي عنها من الكالوريز انه بنقللها على قد ما فينا، وزي ما حكيت جعبالك انت تاكل كل، احنا مش عم نحرم، ولكن بده يكون بمقابلها اعمل اكسرسايز تمارين رياضيه ازيدها احرك حالي اكثر، واضافه انه انا بدي يكون عندي متنوع من كل المجموعه، يعني احنا باليوم عندنا 35 جرام ل حدا فينا ادلت له ياخذ دهون اوكي، ما بدي انا اتجاوز، يعني هلا انا اذا اخذتها بالشوربه واخذتها بالميتس بالبروتينز اخذتها بالشوكليت اخذتها بالكيك صف انه انا ماخذ اليوم اراوند 100 طبعاً. جرام اراوند من الدهون، وهذا كثير بريسكي على صحتنا وعلى الامراض اللي عم بنصير نشوفها اليوم. السمنة مسؤولة عن كل أمراض العصر طبعاً للأسف طبعاً. في تحدي كمان كتير كبير بفصل الشتاء هو أنه الناس ما بتقدر تشرب مي، يعني بتقول لك يمكن فصل الشتاء ما الدنيا مرطبة أو يعني فيش جفاف، احنا ما بنحكي يعني في ناس بتفكر أنه هم مش بحاجة أنهم يشربوا مي تحديدا، واحنا بنحكي سوائل بس المي أفضلها، أو ما بقدر يشرب المي يعني ما بتحملها يعني بفصل الشتاء. ثانك يو كثير لك لانه انا كثير هاي بركز عليها حتى عندنا بالسنتر. المي عندنا مشكله كثير بنلاقيها انه ما بيقدر يشرب مي بفصل الشتاء، كونها انا بحسها شوي بروده اوكي، وبنفس الوقت بقول لك انه ما عم بتحرك، ما في حرق طاقه، ما في افرازات للدهون خلينا نقول الوترز او العرق عن طريقها، فما بيعطش. ولكن احنا دائما بنقول بده يستخدم طريقتين بحب دائما اقنع فيها البيشنت او بيكونوا مهتمين، اختار المي اللي انا بديها، يعني جيب له كم من نوع اوكي، بس انت بتركزي انها تكون مي طبعا بدون تريد نيمز اذكر اسمائهم، يحطهم قدامه يحاول يدوق يمكن يحب هاي عن هاي. هلا اذا حب نوع طعمه مي معينه، هي كلها سيم، في ناس كثير بتركز على الطعمه صح. اذا حب نوع طعمه معينه خلص بتصير انه هاي الماي لافلي لإله، يعني بيعلق فيها بيعلق فيها بصير يختارها وبصير. ودائما بنركز انه احنا بنشوف سواء كان رياضي او لابس فورمز او اللي هو لازم يكون معه انيته المي اني تايم طبعا، يعني وين ما يروح وين ما يجي وين هو بس يشوف انيته المي حيضله متذكر دائما انه عم بيشربها، اما يشوفه حيشرب صح. اذا ما شافه قدامه ما رح يتذكر. احنا عم نحكي عن المي، في كثير من الاعتقادات الشائعه، هلا انت بدك تصوبي لنا اياها، في ناس مثلا بتقول اذا الواحد بيشرب مي
كافيه مع عصره ليمون، هاي بتساعد في تخلص الجسم من السموم وتحديدا في التخلص من منطقه البطن اللي هي كمان هاجس عند الذكور والاناث. مزبوط. هل هذا مزبوط ولا هلا اللي بنحكي فيه احنا ممكن موضوع هذا كبير لازم نفوت فيه مفصلا، اللي هو عن مضادات الاكسده. نعم. الانتي اوكسيدنت، سواء الليمون او الجريب فوت او ما شابه كل الهاي، هاي فيها فيتامين سي، فيها مضادات اكسده. نعم. فيتامينات يعني خلينا نقول هاي الاشياء. نو ما في شيء اسمه حارق بالزبط. دهون اتقول. نعم. ولا اي شيء اسمه بيحرق دهون. غير غير الدايت الصح. طبعا. غير تنزيل الكالوري، هو عم بياخذ 2000 عم بياخذ 2000 كالوري، خليه 1500 كالوري اوريدي. نعم. رح ينزل. صح. سيم. صح. ولكن بنركز انه المي حتى هلا يعني باليابان وبدول متقدمه كثير مهم انه اول ما يصحى يشرب مي، بيكون الجسم متعطش والجهاز الدوري كامل، بيصير في كليننج. صح. لما نشرب مي بيقيم كل التوكسيسيتي، يستنى شوي بعدين يفطر فطوره الصباحي المتعرف عليه، اما ليمون وخلي التفاح وبعدين يصير في عندنا تخرشات ومشاكل بروبلمز لقدام. لا احنا مش ضد الليمون ولا ضد الخل، لكن مع اكلنا العادي المتوازن. بس للاسف للاسف يعني وتحديدا المراه اللي دائما بتحاول انها تكون يعني بتعرفي برشاقه معينه، كثير بتوقع في فخ الاعلانات التجاريه، وهدول ما اكثرهم يعني. اذا الواحد بده يعلقك على التليفون، احنا من شركه بتصير تقول لك عن كلها حلول سحريه يعني. مزبوط. حبه والحزام بنحط على البطن وكانه يعني الموضوع بهالبساطه. للاسف مشان هيك احنا بنركز عاده فقراتنا التغذويه على زياده الوعي. وشكرا جزيلا انك حكيتي بكل صراحه. طبعا. فيش شيء اسمه حارق للدهون، حرق الدهون سواء بتخفيف الاكل او بالتمارين الرياضيه فقط لا غير. بنفس السياق مثلا في كثير اعتقادات خاطئه لها علاقه بشوربه الملفوف انها بتحرق الدهون. مزبوط. او بالخل الجريب فروت، واحنا هلا موسم بنركز فيه على اكل الحمضيات. صح. كمان بنطبق عليهم نفس النظريه. مزبوط. طبعا نفس احنا بنحكي فيها دائما. غذائنا كله مفيد متنوع، في مضادات اكسده تساعد على انها تقيم الفري راديكال. الفري راديكال شو هي؟ اللي هي الجذور الحره الموجوده بالجسم اللي بيقوم فيها عمليه الجهاز الهضمي او كل العمليات بتتم بجسمنا، بيطرحها خارج الجسم. نعم. اللي بيساعدنا على هاي الاشياء اللي هي مضادات الاكسده اوريدي، الفيتامينات والمعادن والاشياء اللي بناخذها من اكلنا الصحي المتوازن. هون من ضمن الاشياء اللي فري ريديك اللي بنحكي عنها اللي هي الدهون اللي زياده. صح. بالجسم توكسيسيتي، فصفى انها هي غير حارق الدهون وانما هي بتقيم التوكسيسيتي موجوده قدامها. مزبوط. ما بتميز سواء كانت فات او شوائب اخرى موجوده. نعم. في الجسم. صح. عشان هيك بنقول نظام غذائي متوازن. صح. مع تمارين رياضيه متوازنه، اعتدال بالموضوع اي انسان بيقدر ينزل له. في هلا كمان مفهوم الامتي كالوريز مثلا اللي هي السعرات الحراريه الفاضيه، واللي هاي بتهيألي مش موجوده الا في المي او بالسوائل بدون سكر. مزبوط. صح؟ مزبوط. لكن في اشخاص يعني في هلا تفسير اخر او مفهوم ثاني انه في مواد غذائيه او اغذيه بندخلها لجسمنا مش انها ما فيها سعرات حراريه او بتحرق سعرات حراريه، لكن هضمها بحاجه لسعرات حراريه عاليه. مزبوط. مثلا بيقولوا لك البشار او مواد اخرى. هل هذا صحيح؟ هلا هون عم نحكي بشيء منطقي. يس. هلا هون يعني هاي خلينا نقول ايجاد حلول او ناس بحبوا يشوفوا كل يوم كونسبت جديده، ايديا جديده. صح. ولكن هل في ارتكلز او في لها دراسات علميه موثقه؟ لسه الدراسات والابحاث يعني قائمه على مواضيع كثيره. احنا دائما زي ما بنقول يعني انه التجربه خير برهان. طبعا. وكذلك الدراسات والاشياء الموثقه هي الصحيحه. نعم. اللي بنمشي فيها. ما في شيء اسمه اليوم دايت ملفوف او دايت. صح. اسمه فلان او. صح. هيك لا، هو كله غذائنا لازم متوازن. متوازن بفصل. يس. الشتاء بالتاكيد يعني الجراثيم بتنبسط لانها طبعا طبعا يعني كثير مثلا في اصابات عديده من الرشح والانفلونزا. ايش اهم الفيتامينات اللي لازم نركز عليها؟ وإذا بدنا نفكر بمكملات غذائية تحديدا بهالموسم، لأنه الواحد بتعرفي ما بيقدر يضل 3-4 أشهر مرشح مثلا. مزبوط. هل بيقدر ياخذ فيتامين سي كل يوم مثلا على شكل فوار أو مكملات غذائية ولا لها خطورة؟ لا هلا هو بيقدر ياخذ العصير البرتقال، أنا بالدرجة الأولى بننصح دائما طبيعي، أو البرتقال نفسه كفواكه.
او ياخذ اذا بده الكابسولز الفيتامين سي او الفوار. نعم. ما في مشكله. ولكن لما يصير في عندهم فلو، هاي برضه من ضمن الاشياء اللي بنلاقيها، بنلاقيه يروح يجيب فيتامين سي تو ليت، صح؟ لانه اوريدي هو مش عم بيحميك او بيأمن الفلو اللي صار. طبعا. هو من البدايه حمايه وقايه اكثر كفيتامين سي عشان يزيد الاميون سيستم عندك، صح؟ فقط عشان انه ما نقول انه فيتامين سي مرتبط بالانفلو، هاي دائما بلاقيها من ضمن الناس. نعم. انه يقول له خذ انتي بايتك وخذ فيتامين سي. شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم، اتامل بالفعل انه ينتهي هل بكل خير والناس ما يزيد وزنهم كثير ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك الاخصائيه التغذيه امل حداد، شرفتينا وشكرا انك قدرتي توصلي، يعني اهلا وسهلا فيك. ثانك يو كثير لكم، ان شاء الله نشوفكم على خير. ان شاء الله. ومشاهدينا بهيك انتهى مشوارنا لليوم، للاسف يعني كان في مجموعه كمان من الفقرات لكن الضيوف ما تمكنوا انهم نتمنى لهم السلامة، وأنا باسمي وباسم فريق العمل نتمنى السلامة لزميلتنا لانا العطيات اللي عم بتمر بوعكة صحية. ما عليك شر لانا، سلامة قلبك وإن شاء الله بتنوري البرنامج وترجعي للمشاهدين يوم السبت القادم. على العموم بقية نهار طيبة ودافية وخير إن شاء الله تكون لكم، وخلال هالايام ومثل ما حكينا في بدايه البرنامج خلينا كمان نفكر بالاخرين المحرومين اللي يمكن ما عندهم سقف يقويهم، الموجودين بالمخيمات بهالظروف الصعبه، بهالظروف الجويه الصعبه. على العموم شكرا جزيلا لمتابعتكم لنا، ويوم جديد غدا نفس المكان نفس الزمان في امان الله.